محلي بحصل الميجي فرز الميجي ركن الميجي ركن السياسية القيام فرد القادري عليه خياج بياتي المشكرين فرزة إيكو قادري لسر قيامي بعد السنة إذا النار فرزة لا مجبورية أجا قدرته يهبه فيجب حالة الإحرامي إحرام به بفرضه ويقابي واجب قيام وهذا معنى قولي قلتنا مصنف في الروضة قلتك كعصية يجب قلت واجب أن يكبر بالله أكبر قائما شفياتي بالله أكبر رنجتي وزلاندي الله أكبر نعم حيث يجب القيام ولكذا القيام واجب الله أكبر أو يجب شفياتي وشرط قيام نصب فقاره أبعسي بشتيه أو موكي بشتيه قلب تشكين الراس كخوالكي الميم وهو فقار إضام الظهري أسي بشتيه موكي بشتينه فإن وقف منحنيا مي أو سكنة إلى أمامي أو خلفه كجدا خوال بيب سكنة ويا باجدا سيغو بلنجا غسات بشتيه فسا فاجدا بك ميلي بك او ما الى او كي اذيان كابك او ما الى اليمين يبقى لي راسي داخل صح خوار بك بنا من ندي حدودي خوار كتني او اليسار يا لي تشب داخل خوار بك بحيث لا يسمى خائما يعني يو خوار كرين كي وش بيش دا باش دا ساغا سولا يعني او خوار كنا يرى ارتغ مرشين كي خوار كنا ناي قلت كوي مروان بكيه فقال لم يسوق قيام وقيام ويا الميجي نابس فإن لم يطيق انتصابه كارش بيا تام تكيب سكنه وثار كرائي كيم اختيار بيا ويا كوكي حد إنسان كي بدرار كويسا بشتي يخوز بيا لي كي برنج بو ياشلية أو غيره عارجة بيا فصحي أنه يقف كذلك يوصف دعانا وقال أقراصنا كي راش بنار احتمال قربه من الانتصار جيش تكاندري نزيكي أذى يعني باشرة تريني ويزيد الانحناء ويزيد انحناءه خالكرنا خويا لركوعي ركوع أخرى أبهيك ده خالك ده أرجل خالك إن قدر على الديارة قدرتك تشز ديادة هذا وقال الإمام إمام رأوك إمام حرمينا يقعد وتوزع قاس بوكي حد ركوعي الإنسان كاش بيات ركوعه هو حال ده يرونك فإذا جاء وصل إلى ركوعي وهاد جيش ده فتحه شلة فان جيش ده واختار ركوعي ارتفع إليه ارتفاع بك بركوعي يعني ربش بيار ركوعه إمام سأقولتي كما لأن حده يفرق وحد القيام دي كمكي حد ركوعي حد خيامي دقشك إبتك دقشك إمرك شبياتي أو ركوع إبرام شبياتي ركوع إبرام شبياتي لمشك وقت ركوع أخرى به دقو تبسمه ويقعقهاي أدري فلا يتأدى القيام به قيام بحالي ركوعي تياوي بإنحياوي قيام بنايدك فلو أمكنه القيام إمكانات دون الركوع إمكانه رش في أبسكنة أما نكر على الركوع والسجود نكر على الرسي لعلة بظاهري بشتوي ده نقوشين جاية خوارنا بشتوي ناطوة قام بسكنة وفعل ما بركوع والسجود بك بقدر إمكاني بقدر إمكان بلا خوارك حلبكي أو مسألة كرسي جامعي أجرى ذلك اتيام نفسا هره اولا مثلا کرسی جامعیه نباشه او کرسی نباشه این کار اوی که دیشیو ناشه کاره اونی کاره تر خدای شر کرسی نا یعنی مثلا لعرده نا رونی برال عرده رونی نه اویا بنیره قیامتی فرض کنی کلمیشه اگر امکنه قیام دون رکوی و سجودی امکانه ایش پیاتی بسه که نمان نکنه را رکوی سجده لعلة مضاري بشتاوي ديشي تيبيوي ديشين يعني تيبيوي ناطا ونم ديشين بشتاوي ناطا ويقال قام اشبياتي المشكة وفعلها ما يركو ويسجداخو بك بقدر إمكاني بقدر إمكان إمكانوية في الانحناء دخوار كرنيد انحناء لهما ركو وسجدا يعني بصوت خوار كرنا بشتاوي
فإن عجز أجل كنك على بشتاق وقالك جبور كوي سجودي فبير رقبة دي راسي بستين خوي بسالي خوي يقولك فإن عجز بستيقو أو جينك على بستيقو أو بتساري جينك عربا أو ما إلي ما أو إشراد كبار كوي سجدين ما بتعال يعني الحاصل كاربا شبيا بسكنة كاربا شبيا بسكنة ولو نكر بهذا الركوع والسجديجي يكون قال بس في أفسين نكر بس في مش كرنشين ترى مش ماله أم جاب فهم ذكين يعني ماله يعني مس مسألة أفا يعني يجيبوا فيها يعني قال قال بس في أفسكنا نابه قال بس في أفسكنا روني نابه ولو عجز عن القيام نكر بس في أفسكنا يعني حقوا بي بقيام مشقة شديدة مشيخات كيما ظن دليلات كذا ساري بدو قويتش او زيادة مرض نخوش نويد خوف الغرق ياكو ترسك بفتسة هي بكبك هاي شاب او دوران الراس في السفينة يا ساري بد نول جميع شاربية جبيابة ساري بي او كذا يعني هشي بيتش قعد يروني كيف شاء تشوا خصت قبل روني وافتراش السر شكر رونشتاند افضلو كتر من تربعي شالميركي رونشتاند كتر في الازهر كما لانه افتراش قعود عبادة رونشتاند عبادة بخلاف التربعي شالميركي رونشتاند 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 قرالا يا قرالا وعك عكسه وجه وعكسه وجه إذا كنتنا بلا شارميركي به أو دليل أخو أواتنا بأن الافتراش لا يتميز عن قعود التشاهد وجه لا وجه وعكسه وجه وجه أو وجهك أو وجه من أبي وجه ذكي بأن الافتراش ناقش ترى نانا وعكسه عكسه يكون به تربع يعني افتراشنا تربع هذه وجهة توجيه في شكل تكني بأن الافتراش لا يتميز عن قعود التشهدي تشارميركي يعني بسر شكر ونشاندن شر ونشاندن تحياتي ذاك شكلنا وكي ونشاندن تحياتي إيه مرام بس ايه جبوك شر ونشاندن تحياتي ذاك شكل بلا تشارميركي روني ها نص خطاب التربعي بشار ميركي به إذا رنشتانا تحيات إنه جب تكشك أدماء في رنشتانا أقيام وأتشر شكا بجي أبا تحيات أهيك واجهك إيجي وقت واجه الخلاف في قعود النافلي رنشتانا سنة رجي مال سنة ولا قدرة مال رجي مال رنشتين ملكة أقال قولي في وجهي به قال ما تشار ميركي أقال قولي وجه نيكابه رنشتانا لمجي مال تشار شكا oldu ya. Ve yukrahu makruh el iqa'u kaydi kuş karunuşlandın makruh. Kaydi kuş karunuşlandın. Yani. Fiyada al-qu'udi dve runuşlandı da makruh. Ve sairi qa'adat salati qu'udi ili meci daci tabi daci makruh. Hatta merli marakuşi kaydi kuş karuni disa makruh. Çava kaydi kuş karuni. Kendine bana kaydi kuş karuni. بأن يجلس الشخص على وريكي لسر هادو قارتشكي غرودني وتشيبي خو بلندك تشيبي هادو تشيبي غوا بلندك برخو أبو يواي دبا قاعد رشتانا كوشكا كوشكي تو غطرا غرودني سر قونا غرودني هادو لينكي خويا تشي بلندك ولفيا اليواليش خاطرني هذا. أول جيتشنا أصل زايدي أصلي رعنانة فوكا رعنانة يعني قلت لك أخوتني و لینگی خوب رودنی لینگی خوب بلند که دوباره قیدی پیشگاه آویایی مکلیه. راست. ناسی به رکبتی هر دو رکبتی خوب بلند که یه چما آویا مکلیه و دلیل و دلیل مکلیه تا آویا حدیث و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الاقای صلاتی و مرسرت اوکی کلمه که خروج نیم تیپی خوشی بلند که قیدی رو نشتند کوشگاه پیغمبر من احتیویه صحاحه الحاکم حاکم جدی حدیث اوی مریم مثلا او پی خود این عرمی او قرکا خو او که ایجا مریم مثلا لسر فعنی آخرونه یعنی وصا پی خو نشکینه او سرونه او شوه
او یاد شکی نامه اما سر اولا او جرمش لانا توالته آه او یو بکر مشتا توالته ماست تمام تمام او یه چی خواستن ده یاد تمام تمام اوه سما ينحني هذا المصلي اذي مصلي كل مجدك او خخارك قائدا رونشتان دي لركوعه ركوع اخر اخر بك بحيث تحاذي جبهته ان يبتك قارشي ما قدام ركبتي في شيخ شوكيوي تك في شيخ شوكي تخور وبيج دخور كا رونشتان دي يعني يعني مسابقه كي كان سابجا دي سابجا دبيكي ثم دبشتك هذه مركي رونشتي دمشق ينحني هذا المصلي ذي المصلي أنا كأخو خاربك قاعدا مصلي كرونشتي دمشق ده أخو خاربك يركوع يجركوع ولا خارك بحيث تحاذي جبهته أن يوي تكب قرشلغي ما قدام ركبتي في شيء شو يعني مش أخو خاربك بك بب مش أنا ويش شو كبي ده بسبا يعني يعني oldu. Hı hı. Bu hada akal kuyi en endike kuyi. Tabii abi yapıyı kudreş ki ya şu. Piyı kudreş ki ya işte vakti kut çe ruku'i ve onu ya kuş çok çok kudreş tırp. Nasıl ya çok peş piyı kudreş ne ki ya lo? Ya. Bakın. Tamam tamam. Tamam efendim tamam tamam. Ve la akmelu en baş en tuhadiye mevdi asiduni Kusam kumar bike peş nabı beseri beseri ve diteke ve vaka pehara ne diye secde oy avta şey. Valla par zor ne de bu başa. Zor bir daha böyle bir dedim ya imiş. Valla. Ve ruku'l kadi fin nefli ikud nafile darun iştil metke kezalike evci bu yavay evi kusam. Aa على وزان ركوع القائم في المحاضات وما أذن نافل قرنشت المجدك أي فرض قرنشت المجدك أما نديا لسر ألتيا ركوع قائمين دو محاضات إذا تشوف تريك مرج بيابة دسي قداتي نسر چوكي خو تري مر پيج دارا كم مر قرنشت به وهر سجده و ابر کنم مرفا بسیاری مر پیدا داره داره دوسا جیس دام مرف او پیدا داره عین ملی وقتی پیا بیا در رکوع ایدا سری میکشو تخم سجده ایجا کرونش تی بلی دی سر دحال رکوع ایدا که سری ویه تخم سجده ملی سخ ویدا ویدا پیش داد دا اری اری برا خوب فاین عدد الم حتی کار برا زور بلا بالمعنى السابقي يعني كل مشيختك هي ويا عارضك هي نكرش صلى لجنبه الايمن كلك يا اخوي راس المشكه استحبابا يمين سنته يعني الى يمين نشر ويجوز على ليس شفي فهي عجز عن الجنب نكر راس نكر شفي الميكا فمستلقيا نشر بشتي المشكه على ظهري ورجلاه لينجي ويجي للقبله بل لينجي للقبله Valla demek ki tekrar meclis tecikira imkan tünne nabı, akıl hebe nabı. Ve asıl yani ki asıl dedi mesela kurunuştu ve zelandi. Demek ki mugo, wan eve kuşta pırsı mugo tu hem tekrar meclis bakın şu bu inzam çava. Şaraytın he. Teda avana kabul kirin. Dengim teyde gome pırsı meşmela pırsıya. مالا يحيى ابو باش مي بو شادي من هواوي بامبو جو برسين زانا كينا جو برسين مقولا قدش ابد اسلام بدال مجا ترسي هي مجا حرب هي بيغمبر حرب كريا قران بعثت مجا ترسي جمع الله برسي جواب وانا دانا بلكي ترسا ندانا بلكي يا صوري كيوان الدين هي ندانا يا نظام والاصل في ذلك حديث البخاري ابو بخاري روايات كريا أنه صلى الله عليه وسلم في غمبري خدا صلاة والسلام خدا الليبة قال لعمران بن حسين وكانت عمران كري حسين به عمران كري حسين بواسيرو باسور برابية بواسير نين بيه باسور برابية عين يبتي وكام على مدني بيه
وكي كيبيه وكا مالا مدنيو ايه نزان ابيا ابيا قوين اخو جيك ابيا قوين اخو جيك وصاقه بنده خيدك ما ماني نالو تمام استغفر الله رجال صلي قائما رسول الله قال قلت ايش قال مشك جاء عمران كوري حسين را فان لم تستطيع وتتنجج شاتيل مشكي فقعد شتيل مشكة فإن لم تستطيع تزيجين كاربي فعلى جنبي لشركي لك أخو المشكة لذا أبو النسائي إمام النسائي ذي المحدث زيجي لك إياه فإن لم تستطيع تركي لك جين كاربي فمسترخيا لسر شتيل المشكة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكليف إنسان نفسك إنك إلا بقدر طاقته تكليف لك ماني رحبها هارا إلو درسات أخوش أمهارا إلا يهاتي ولا يوارك إشتاب أربعان هيئتك كيف هي طال مشكل وقدر على الركوع والسجود وقال بهر ركوع السجد أتى بما ركوع السجد أخو بك وإلا كن قال بهر ركوع السجد أو ما بما ركوع السجد شدك منحنيان إشتاب بطوينة هاو وخارك يعني مان أخي بقاني تقع كالا خخو وقرب جبهته أن يقول إشك من الأرض بحسب الإمكان بقاني بقاني والسجود أخفض من الركوع السجدة الركوع ده بيتر نزم تركة والقادر القيامي ملك رش في طيل مشكة التنفل قاعدا سنتي جرنش كيبك وكذا متجعا بدلا في الأصحاب قول يا صدى كما لحديث البخاري أبو بخاري رضي الله رحمه الله حديث يواري واتكيديش بيغمبر مع صلاة والسلام إخوة الله من صلى قائما فهو افضل باش اوكش كاتيمش كا ومن صلى قائدا فله نصف اجر قال نيدي خيرا ايش بيات يا ومن صلى نائما اكبزلا المش كا فله نصف اجر قاعدي جرى نيدي خيرا ايرونش كيا والمراد بالنائم بالبيع الرازينين المضطجع اذا ترى واليمين لسقى لراس كل مشكاة أفضل من اليسار سجية تشف شترة كما قاله شو أبوته في شرح يعني أبد رشكري أنا أبد رازاي أبد رشكري بلى يقعدوا يروني إيه كش بدل عندي المشكاة يروني الركوي وسجود الركوي سجلة يروني وقيل يومي وبيما نالو ده هابل رحبة أما يشرب بكتم ومقابل الصحي مقابل الصحي يقول دبي لمن يقيس الاضطجاع على القعود اضطجاع يقياس كرس القعود دبي شيء الاضطجاع يمحو سورة الصلاة بخلاف القعود فزلاندن يعني سورة الميجي رادك أما رشتان صفة الميجي رانك لو ما دمزب إمام حنفي تجي حتى كنت كاربي رونيش ديال المشكي رونيش دي دفزلاندن ولي مشكي رم تخمينا متنين يا اولدو يا مالي تمام قال ان استلقى ومع امكان الاضطجاعي اگر كرسا بشي المشكي وكارا روني لم يصيح نصيحا ابيت الرابع ايش شارج اركان المشكي القراءة قندنا للفاتحة قندنا فاتحة كرف بيسن إفراد بينا كقصير إمانه ويسن سنة بعد التحرم بشيء الله أكبر تحرم على الفاتحة أو نفس لما جاء فرض بها تشعر سنة بها تبشي هو الله أكبر سنة دعاء استفتاحي دعاء بشان كان أو دعاء بشان كان يجب وجهت مبر خدا وجهي ونفس خو مبر خو نفس خدا الذي جو خدايك فطر السماوات والأرض خلق الأرض والسمان حنيفا أو وأجمائل تمام باطلة ميلا خد مبر حقيقة مسلما وجه مسلمان ما وما أنا من المشكتين إن الصلاة لمجمع ونسكي عبادة ما ومحياي صاغية من أصعب للدنيا ومماتك وأذن لمكي فأذلي يا رب العالمين شخدايا عالم رأي لا شريك كلا وبذلك أمرت خد بي ويطمئ أمرك في خد دا
وانا من المسلمين يجب مسلمان ما هذا ديا ببجي للاتباعي ومتابعة رمبر في ذلك دبي دعاء افتح رواه مسلم إلى كلمة مسلما لا تلمتهم رواية أنك حنيفا سنان كبير أو يجي فإبن حبان رواية كبيرة يا ربي خذ جوان رازي من مر برادو خينا مردانا مروا چوال مشتك ها مردان يكل مشتك مالي مالي هرا زوبة ما هرا زوبة رحتا رحتا فاندرا رحتا هرا بر عدو بجد قراءتي أعوذ بالله جبوا خدنا لما قراءة فاتحة لقول تعالى خدي قتية فإذا قرأت القرآن اختقت إرادة خدنا قرآن كرتش للمجد تجي دربة المجد فسعيد بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم حفظه كب خدي أي إذا أردت قراءته قراءة قرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسرهما أي دعاء الافتتاحي والتعوذة دعاء الافتتاحي جي وعودو جي بجيب بجا بسرية بجارية تكرد بات المنزة بزيد بها وفي قولي تقول لك إذا يستحق في الجارية للمنزة أشكرا دا الجهر بالتعوذ أعودو بأشكرا قولي إذا يستحق ويتعوذ أعودو أفندي بمجا كل ركعتين تذهب كأكيد باش مش بك على المذهب سنة تبي أبو شافعي ثم لأنه لا يبتدئ فيه قراءتان ها؟ أو لا يعتذر نانا لا تنا تنا ألو ألو لا تنا أي لا إذا سكريم لو ما مقوش تعتذر لا هي تنا نانا قرأت تنا باش هو قرأت تنا لأنه يبتدئ مش يقول قرأت تنا لو ما سكريم مقوش تعتذر لأنه يبتدي في قراءة تنشيك الدامة باش تنشيك قراءتك جبوي أعوذي يعني دهير ركعتك إذا دس بقراءتك عندي إجهر قراءتك راجي أعوذك لازمة هرك لازمة نينة سنة لازمة نك أنا ثم قلت لازمة نك قلنا كار لزومة مندوبية لو والأولى ركعته ولا أعوذ مرتين بجدها أكد وخيره ودها زيدة ومما بعدها ركعته ديا والطريق الثاني هو يتعود ركعتين على المذهب طريقة ديا يقارش المذهب أو جي قولاني أحدهما هذا أبي بك وثاني يتعود في الأولى فقط أو الثاني دبك كما لأن القراءة في الصلاة واحدة قراءة المجي يعني تمام خيراتي حساب أبكي أبو شافعي رضي الله عنه دبي كي هر ركعتك باش تمام شقيراتي جبوي برا عودك كي ببجي ويتعين فتحة كل ركعتين ده ركعتي ده إلا قرى فاتحي بخي كما لحديث الشيخي حديث مسلم مخاري رحمه خلي الوانبا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لميج قبول بباب الحمد لله رب العالمين نينا أي كل ركعة انتهى ركعة أقنك نبي الجنة كما لما في حديث المسيء صلاته أي قنك بنظام بقشك المجاه بك حديث أكمل رواية كريا في رواية ابن حبان وغير غير ابن حبان في غنبال شرك اقرأ بأم القرآن فاتحي بخينا إلى أن قال في غنبال خدا صلى الله عليه وسلم ثم صنع في ذلك أفخواندنا فاتحي في كل ركعتين إلا ركعة مسبوقين ركعة كتتين يتقطيني وإيمان خفو تشارك لتدر باص بي لتدر باص بي أعمل ركعة كل تدر باص بي لا تتعين فيها معيننا كتفاتحي بقين دوية ركعتين دو على الأصح الآتي ولا في صلاة الجماعة مجلس الجماعة والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم جي منها أي من الفاتحة عملان يعني عمل ولا لغش فاتحة يعني كو بخينة نا اعتقادا اعتقادا جي بك نا خينة كفر قرد جي بنك عملان يعني شوا صلى الله عليه وسلم عملان لا اعتقاد
اعتقادًا به كتبه اعتقادًا به ابي اختلاف بين بين علماء وهيك حنفي جي ناخوين تمام تمام مالك هر 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 لأن صلى الله عليه وسلم عدها جمعت بسم الله الرحمن الرحيم آية آية حساب كده سنة فهم صلى الله عليه وسلم وجمعتنك أبيا كده طريقة كي ريكي مسلوكة ويعني كما قال دائما فاتح دا بسم الله بقين أولو يا الله عدها آية منا صحاو ويكي في سبوت يام شوكا سنها سناتنا رامدو نالو نالو اشغال سر سنة سكريم ايضا يتبع دادا جيهبو سنها يعني كيرياس او كريه طريقة كيما دقاكي لأن صلى الله عليه وسلم عدا آية منا اوقا اه ايه صحاو ابن غزينة والحاكم اوقا آية سنها يلبي يا لبي تشير عدها آية إعداء آية من آدي وسنها شيء جبت يوم وابتنى بي وابعدها آية آيات كي جي حساب كريا سنها يعني كريا ريكي ريكي مسلوكي كو أبجبوك فاتحة دقيك 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 أدل النسخة أخو أبج بنيرم دقيك دقيك أما تنن جمشتري أيا كي جا نسخة وانا أم نسخة منا إنترنتي أما جمشتري تيتنن او اتا نراسته مثلا ابا من دي تمام انترنت دهير والمثل حكي في انترنت تبع دهير نو نو سيدا من اللي امن صرفم عدا آية منها او سنهاتنا مني مني والبسملة منها اي من الفاتحة عملا لانه كرينا وبرانتزي لانه صلى الله عليه وسلم عدا آية منها صححه ابن غزيمة والحاكم أو سناتنا أو سناني منها 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 هي تمام عدا آية منها تمام أو سناني منها تمام تمام منها خشة تمام كريم تمام منها خشة ويكفي في ثبوت أصابك الله والخير تشكي باش ويكفي في ثبوتها ثبوت بسم الله تكيش فاتحية من حيث العمل أظن دفيد الظن يتلي يعني مثلا عبادة عملي جوان را يعني قطعيني بج وكا وكا أبي اعتقاديني يعني الظني جوان يتلي يتلي بتاعي وتجديداته فاتحية من هاش فاتحين لأنها أوان شداتها هيئت لحروفها المشددة أطنع حاضر كنج حقيقي شددين سيدة أبطا هيئت ألو ألو أمام هيئت لنا هيئت مني دقيقي دي تشيه بس مني و... وتشديداتها دقيقي وتشديداتها منها لأنها هيئات لحروفها المشددة تمام ده خشة أوجي أبدا سوا صعلمة يوم لأن أظن شداجي هيئات لحروفها حروف فاتحية المشددة ووجوبها وجوبها فاتحية شامل لي هيئاتي شامل سر هيئتي بجسن وأكتش كتبه لي هيئات أجد به هيئات ولو أبدل ضادا منها فاتحية أي أتى بدلها بضاء قالش يميني به لولا الضالين لولا ولا تصحو زورة دباء لأسل التمييز بين الحرفين بين الضي وضاطيدة على الكثير من الناس أبيا باريكي بار بار سرفتك أبيا باريت سرفتك أي كرمانجا نا شمكي زماني كرمانجا ضاطية أي تركادة تنى عين وسا ويجب ترتيبها واجب ترتيب فتحي شو ترتيب أن يأتي فتحي على نظمها المعروف سنظمها قبلية فلو بدأ بنصف الثاني
اهدنا الصراط المستقيم دا باشنامدك لم يعتد بي اعتبار بنايك ويبني على الاول انسها اگر کچھ بیل کے اجنی ویدا باشنامدك او جان نکا شرید اپوینا او پانجی جو جان نکا بنابکر سریع عوی بتاخیره بتاخیره ولم يطيل الفصل فصل دريج مكتوب ويستأنف إن تعمدك الخصل لبا أو شنو بك أو طال الفصل دريج وموالاتها موالاة حروف فاتحة آية تبي بأن يأتي بأجزاء على الولاء أجزاء سد يبدو سال دينا فإن تخلل ذكر كتب لي داخلي فكي يجي في داخل تبع مثلا نزال المي تي تدد ليش كي جماعتك جواتك سبحان الله تعلم ولا تطعم ولا تتك وين خلت مالي فان تعلق اجد اف ذكر بالا مشي بالصلاه تبع بالمباغي بالمشي به كتامينه لقراءه امامي امام دبي امين او جيب بيش امين وفتحي عليه امام فتح دما او جيب جرى كل او ده جتل فتح دما اهدنا الصراط المستقيم نوارا شكينا بمالا امانا شكينا بمالا ابي ازرانا بمالا بناء على ان ذلك مندوب فقيل ليس بمندوب فيختار واختار بنا مندوب قاتل ويقطع السكوت العمد ويقطع السكوت العمد الطويل سكوت قصد ليدرجي او قطع قراءتك لاشعاره اشعار بالاعراض عن القراءه وكذا يثير قصد قراءه قطع القراءه او اجراليه في الاصح والثاني اصح قال شيء لا يقطعه هندك بزرناك لان قصد القطع لا يؤثر وحده قصد قطع ابتني تأثير ناكا يعني والسكوت اليسير لا يؤثر وحده ابتني تأثير ناكا إذا كم هادو بها برابن هم قطع هم سكوت بلا تأثير فكذا إذا اجتمع قد يجمع يعني أب سكوتو دقيقة سكوتو شو جمع بن سكوتو قصد أو قطع قراءته أم يا لا يؤثر يعني هادو جمع بن دي صان شكينا بلا وصال نا قولي أصعد أدباء قولي قرار الشيدة تشكي نابن هل بكو بجامع جيبن تشكي نابن كما؟ إيه وجواب واحد فكذا إذا اجتمع عاجب قلت تشت المنعو تشكي نابن وجواب المنعو اللي منع في قوتنا تشكي نابن شو منعوي؟ بلي قوكي قو ويق سكوت الطويل وكذا اليسير قصد به قراءته في الأصح قطع القراءة قطع يسير أوجي قولي أصعدها أوجي بقطع قراءته دبا يعني كل شيء قال جنوب دس بيبك تمام بوصاني قولي دديا لا يقطعه أي يسير قطع ناقة لأن قصد القطع لا يؤثر وحده ثاني تأثير ناقة والسكوت اليسير لا يؤثر وحده أجب تأثير تاني النارك فكذا اجتمع فرد هرم جديد تأثير النارك إذا وجوابه جواب في قطنة من المنع في تأثير النارك أنه سأتأثير يعني وهذا بهذا طوب من جمع تأثير كان يعني غاية بقطع قراءته بها وهم غاية كذا نكاش يبي وبسكنة شيء هم بسكنة فعليا وهم قطعية أو شيء قطعية تمام بس هذا بس. يا بس شكرا.